الإمام عبد العزيز الكناني إن صح الكتاب بتاع الحيدة اختلف فيه علمانا. الشيخ الفوزان قال ثابت، والشيخ الألباني قال ما ثابت كتاب الحيدة. خلاص مناظرة عجيبة. والشيخ محمد أمان الجامي وفق بين الأقوال، قال إذا ثبت أو لم يثبت فإنما فيها غالبه وأعظمه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا مواضع يسيرة جدا. المهم الإمام عبد العزيز الكناني في مقدمة كتاب الحيدة في معنى كلامه قال: أول ما ماشي ناظر بشر المريسي، مجرم كبير ده، وكان محتمي بالسلطان، قال وعبد العزيز الكناني رجل عالم، ما زول عالم وحافظ القرآن بتفاسيره والأحاديث وكل حاجة، ده أول حاجة عد العدة. اثنين قال: فصليت وسألت الله تعالى أن يخلص نيتي وأن يعينني وأن يفتح علي، وما زلت أدعو دعاء طويلا، وهكذا استغاث بالله واستعان بالله وتوكل على الله. قال: ثم ذهبت إليه نجم لك، حتى الحاكم ذاته عرف أن نزوله ده تنجم، موضوع انتهى، وبقى كتاب مرجع يرجع له علماء وأئمة كبار من سلفنا الصالح، كتاب الحيدة. مناظر دي كانت كتبت والآن موزعة للمسلمين، لكن لأنه أعد العدة وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما عنده عدة ما يجهجه نفسه ساكت يا جماعة. وأنا بستغرب بعض أخواننا، الواحد يمشي يوقع معهم مناظرة مع الصوفية مثلا، يوقع مناظرة، هو يوقع براو ويختار الموضوع براو، شفت كيف؟ والجماعة يصرف في الموضوع وما عارف، يجي يضرب يقول لكم يا أخواننا والله طبعا في مناظرة وما تخزلوا الدعوة. أنت خزلت أول واحد، أول واحد باستعجالك وجهلك خزلت أول واحد. من قال لك وياتوا موضوع بيختاروا؟ وهل أنت تعرف المواضيع التي يناظر فيها أولا قبل الأخرى؟ أنت عارف ياتا الزول ما يورط نفسه ويضيع يعني كثير من دينه ويضيع الدعوة عنده بهذا الأسلوب والاستعجال والتعجل. الإنسان ينتبه يا أخي. وما أي زول يقول لك، ما أي زول بيناظر يقول لك داري معاكم مناظرة، تجي جاري تقول فلان فلان منو فلان منو، أي زول بيناظر، أي زول لافي بالشارع بيناظره، أي زول قال إحنا كعبين يناظر، إحنا حنناظر الكرة الأرضية دي كلها أكثر من كم مليار، تعال مناظرة انتهي، تعال انتهي، لا نصلي لا نصوم لا نتعشى لا نفطر، بس نقعد نناظر. ده ما كده يا جماعة، ما أي زول بيناظر، ولا كل صاحب ضلالة بيناظر، برضو دي مسألة، ليس كل صاحب ضلالة يناظر، ولا أي إنسان نبذنا ولا تكلم كلام فاضي معناته ده يستحق المناظرة. من الناس من يستحق السكوت ويموت بسبب السكوت، فما أي زول بيرد عليه ولا أي إنسان بيناظر. أهل الباطل أكثر من أهل الحق في الكرة الأرضية دي في الواطة دي، لكن ما أي زول بيناقشوا من أهل الباطل. ولا بعدين أنت تعلم شيء، بدل ما تضيع زمنك في واتساب في فيسبوك تناقش لك زول هو اصلا ما داير الحق، اساسا ما داير الحق، تضيع فيه 70 ساعة، بدل ما تضيعها في ده، في زول لو لقى منك 7 دقائق ربنا ممكن يهديه ويبقى سلفي صحيح، 7 دقائق بس، زول اصلا بيفتش فيك وبيحب التوحيد لكن داير يتعلم وما لاقي وينهم الناس اللي بيعلموني ذيل، بيفتش ولما الاقيه يقول لك وين انتم ما كلمتوني بالمحاضره يا اخ، والله كان بجي. هل اولى ده ولا اولى الزول المهرط؟ قال الله، يقول لك لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا، ده كيف انت تطيب معه زمنك؟ ده تعرض عنه طوالي. شيخ ربيع قال حفظه الله تعالى وصى الوصيه دي، قال ما تضيع زمنك مع الانسان اللي ما داير الحق، انت عارف ما داير الحق، يرد الادله ويرد الايات ويتعصب لكلام شيوخه ايا كانوا، ويقدم كلام شيخه وكلامه هواه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ده اولى منه الانسان الذي يبحث عنك، يبحث عن الحق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وانا اقدم بعد الصلاه ان شاء الله الشيخ احمد البدوي.